أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة، وهكذا نحاول أن نتم البحث عن أسماء سيدة نساء العالمين لحقيقة قدمناها أن الألفاظ إذا كانت عن الله سبحانه وتعالى فإنها تنطبق بمصادقها على تلك المعاني، لا تزيد ولا تنقص. شأن أهل الاعتبار وشأن نحننا العامة أن نحمل صفة الحسن ولو كان بخيلا، والكريم ولو كان بخيلا، فربما سمى أحدنا أحد كريما وهو في حقيقته ليس بكريم، أو حسن وأنه لئيم، أو كذا وأنه كذا، ولكن في ميزان الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يصفنا حضرة رسول الله وحضرة نبيه بأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أنفسنا التي تنطق عن الهوى هي تهوى أن يكون لها الحسن الجميل والكريم والصفات العليا، فتنسب وتغرر بألفاظ ليست لها معان في الخارج، ولكن هذا الأمر لا حقيقة له عند الله، ولا حقيقة له عند رسوله، ولا عند الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم ليس فيهم هوى حتى يتخذوه إله. الإله عندهم هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، لأنهم ميزان الفصل، ولأنهم ميزان الحق، ولأنهم ميزان دفع الباطل وتعيين الحق، فلا بد أن يكون كل ما يظهر منهم هو في حقيقة المعنى الموجود. وقد قدمنا فيما مضى لاسم سيدة النساء أفضل الأسماء واسم الجامع لها صلوات الله عليها، أنهم كان الله يحب أن يطلق عليها اسم فاطمة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلق عليها اسم فاطمة، والأئمة صلوات الله عليهم يحبون هذا ويحبون ذكر هذا الاسم أمام أعينهم، حتى لو أن مظلوم ظلم بهذا الاسم كان يحمل الإمام نفسه فيدخل نفسه المسجد ويصلي ويجتهد ويبكي ويتصدق ويصنع ما يصنع حتى ينطلق ذلك المظلوم الذي ظلم بهذا الاسم. والقصة قدمناها في تلك المرأة التي حينما عثرت قالت لعن الله ظالميك يا فاطمة، وهي امرأة عارفة لأنها تعلم ما من حجران استقى في قعر البحار إلا وكانت في رغبة الأول والثاني، وكل ظلمات وكل فساد في هذا الكون إنما يتأتى من ذلك الوجود الذي أصله الطاغوت، وحتى أن عمل فرعون الذي كان فيه ما كان سماه الله سبحانه وتعالى أنه طغى ولم يسميه أنه الطاغوت. ولذلك في رواية التي تروى في آخر الزمان أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حضرة بقية الله الأعظم يسأل هؤلاء عن قتل قابيل لهابيل وعن فلان لفلان، وما من مظلومية في الأرض إلا انعكاسا لتمردهم على النور الأعظم وهو نور حضرة سيدة النساء صلوات الله عليه. قدمنا في الحقيقة أن فيما ورد في الحديث
أن معنى اسم فاطمة هو قطع الطمع لما ظهر منها من الأئمة، فقطعوا بظهورهم طمع الآخرين استخلاف مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمة ظهروا من هذا الاسم. ولعل إلى ذلك أشار رب العزة سبحانه وتعالى في حديث الكساء: هم فاطمة، هم فاطمة، فهم الهوية التي تعني القطع والفصل عن قطع والفصل الحق عن الباطل وتمييز الموازين. وإذا كانوا هذا حقيقته فهم الحاكمون في الآخرة. وهذا معنى كلمة حضرة عليه سلام الله عليه: أنا قصيم الجنة والنار. وهذا القسم بهذا الاسم إنما ينطقه حضرة عليه، لأنهم حقيقة واحدة، ليس فاطمة قبل الأول وليس الأول قبل الآخر، بل مظاهر لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن رسول الله يفصل الحق عن الباطل بهذا الاسم، وهذا الاسم ليس شيئا غيره. هم فاطمة، هم فاطمة. ولذلك هذا المقام الذي بيده مقاليد الجنة والنار، يدخل من يشاء فيها ويخرج من يشاء منها، وهي القسمة، إنما تعني قسمة بهذا الاسم، لأن هذا الاسم هو الذي قطع وهو الذي كان حد الفاصل لما ظهر منه من مقامات الإمامة للأئمة صلوات الله عليهم. والإمامة حقيقتها في علي، ولكنها ظهرت بسيدة النساء فيما أظهرته من هذه الذرية المباركة الذين هم أئمة. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وعندنا في روايات البصائر والكافي: ما من إمام ولد إلا ومختوم على كتفه صلوات الله وسلامه عليه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وليست الكلمة الحسنى، إن الكلمة الحسنى هي فعل الخير، ولكن الصدق والعدل بحيث لا يغلب اسم على اسم، بل يظهر منه كل الأسماء الإلهية المعتدلة، إنما يكون بهذا الاسم الذي هو عنوان فاطمة، الذي هو القطع والذي هو الفصل. ولذلك عبر الله سبحانه وتعالى عن حقيقة الكساء أولا بفاطمة. وكان يمكن أن يبدأ: هم رسول الله، هم علي، هم ابنته، هذا رسول الله، هذا فلان، هذا فلان. ولكن الله سبحانه وتعالى عرف رسوله بروحه، وعرف وليه بروحه، وعرف الإمام بهذه الروح التي قال الله سبحانه وتعالى عن تعريفها وحقيقتها: أنها حينما تقطع لا تفكر ولا تتدبر ولا تقيس كبرى على صغرى أو صغرى على كبرى، ولكنها نور يجري، وفيما يحكم يكون الله سبحانه وتعالى هو الحاكم. وقال تعالى: وأوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولكن كفي، مو أنك ما كنت تدري يعني ليس لديك علم، لكن علمك للكتاب والإيمان ليس علم الدراية والأقيس والتفكر، وهذا شأن الدماغ وهذا شأن التفكر، ولكن علمك للكتاب والإيمان هو علم النور وعلم القلب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن حقيقة النور بأنه عن حقيقة الإمامة بأنها النور، ولم يقل بأنها عالمة فقط، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك، يعيد الله أن هذه الصفة الإلهية ظاهرة في حضرة رسوله وفي حضرات الأئمة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا النور الذي قال الله سبحانه وتعالى: إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يحب. وقد أحب الله حضرة رسوله
وحضرة السيدة الكبرى بحضرات الأئمة صلوات الله عليهم، فكانوا ميزان الزلفة والحاكمية في الأولى والآخرة بهذا الاسم الذي هو اسم الفصل، والذي هو اسم القطع، والذي هو اسم الزوج. لذلك ترد أمتي علي في الحوض يوم المحشر فأزود عنهم، والقطع والزود إنما يكون بهذا الاسم. والله لو أردنا أن نتحدث عن هذا الاسم لوجدنا أنه هو حقيقة الولاية الباطنية التي هي ولاية روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا ذكر في زيارة السيدة الكبرى: روحي لتراب عليها الفداء، يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. وزعمنا أن لك أولياء مصدقون وصابرون لكل ما آتانا به أبوك وآتانا به وصيه صلوات الله عليهما، فإنا نسألك يا سيدتنا إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. بولايتك اللحاق برسول الله هو للدخول على ولاية فاطمة، وفاطمة ليست شيء غير محمد بن عبد الله. وحينما نتحدث عن رسول الله هو بمنزلة ظهور اسم النبي والرسول عليه، وحينما نتحدث عن أمير المؤمنين نتحدث عنه باسم الإمامة. ولمحمد وعلي شأن أعظم من هذا، ولكنه رسول بوجهه إلى الناس، وحقيقته حقيقة الولي التام السابق لكل رتب الأئمة والسيدة. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله. وهذه الولاية لسيدة النساء إنما ظهرت من روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا حديث في القطع والفاصل لسيدة النساء، ليس هذا المجلس موطنه. ما أريد أن أتحدث عنه اليوم هو الاسم الآخر للسيدة، وهو اسم المباركة، وهو اسم المباركة. ومن أسمائها صلوات الله وسلامه عليها، يقول عبد الله بن سليمان فيما روي في البحار في المجلة 43، يقول: قرأت في الإنجيل وصف النبي صلى الله عليه وآله نكاح النساء، نكاح النساء ذو النسل القليل، مراد من النكاح العقد وليس النساء، ذو النسل القليل إنما نسله من مباركة لها بيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، يعني لا يأتيه تعب، يعني لا يؤوده هو مظهر، لا يؤوده حفظهما، يعني مقام الحفظ والاستناد لا يتعبه لأنه مظهر إلهي. ونحن قدمنا أن السيدة وجود ملكوتي جبروتي لاهوتي ظهر في هذا العالم بصورة إنسان، يكفلها في آخر الزمان كما كفل زكريا أمك فلها فرخان مستشهدان، يعني أم عيسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان يتكفل من؟ السيدة، لأن أمها صلوات الله عليها السيدة خديجة ترحل عن هذا الكون وتبقى هي. فكيف كان زكريا يخدم مريم ابنة عمران وهي ليست نبية، وهو نبي أيضا حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاطمة كفلها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا بد من التوقف، طبعا هذه الرواية المباركة ليست من الإنجيل، لأن ذكرنا برواية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما مضى أن من أسمائها المباركة. فاستنادا إلى تلك الرواية نحن ندخل في هذا اليوم لعنوان المباركة. وورد في التفسير لابن منظور إنما المراد من المباركة النماء والزيادة،
ولذلك قال عن الزجاج المبارك: ما يأتي من قبله الخير الكثير، ما يأتي من قبله الخير الكثير، نماء وزيادة، يعني لا ينقص، إنما دائما هو فياض، لا ينقص من خزائنه شيء، كلما من ازداد فيضا ولم ينقص من خزائنه شيء، وهي صفة إلهية وليست صفة للمخلوق، بل هي صفة للخالق، ظهرت على يد السيدة صلوات الله وسلامه عليها سيدة النساء. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، لا ينقص من خزائنه شيء، إنما يزداد عطاء على كثرة العطاء جودا وكرما. وقد وصفت الأدعية والآيات والروايات أن عطاء الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينقص، النقص والزيادة هي من شأن المخلوق وليست من شأن ماذا؟ الخالق، بل يزداد جودا، بل يزداد عطاء. الله سبحانه وتعالى لا ينقص منه شيء، ولا لم يكن إله، ولو كان ينقص من عنده شيء للازم أن يستفيد من شيء آخر، وبذلك يلزم منه التسلسل. ما معنى تسمية السيدة صلوات الله وسلامه عليها بهذا الاسم الإلهي؟ وكما هو معلوم أن هذا الاسم لم يطلقه المسلمون عليها، إنما أطلقه الإمام الصادق، بل أخبر به الإمام الصادق أن من أسمائها المباركة والزيادة والنماء، هذا في التفسير اللغوي. وما يأتي من قبله الخير الكثير، وما يأتي من قبله الخير الكثير، حاول المفسرون أن يلتجئوا فيقولون أن هذا الاسم يشاركها في اسم الكوثر، لأن المراد من الكوثر هو الخير الكثير الذي لا انقطاع له، بدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، وليست أنت الأبتر، يعني خيرك ليس مبتور، لا يتوقف. وذلك مثل في رجل كان لديه 9 رجال 9 أولاد، عيب على حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم ينجب ذكور أو لم يبقى له ذكور، كما هو معلوم أن إبراهيم والقاسم والطاهر أبناء حضرة رسول الله، قد فداهم رسول الله بحضرة حسن وحسين، وهذه القصة معلومة. وهذا القياس في غير محله، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما أراد أن يقول عن المباركة هاهنا بما هو مدلول لمعنى الزيادة الذي لا انقطاع فيه، بل أراد أن يشير إلى جهة أخرى، وهي وإن كانت إحدى معانيها الذرية المباركة، بعض العلماء قاسها بأن الأولاد الذين يأتون منها، حيث أنه ما من عشيرة ولا قبيلة كان لها عدد كما كان عدد لسيدة النساء من الأولاد، ولعل ربع الشيعة الآن في العالم الإسلامي هم من السادة. لكن لهذه الرواية معنى آخر، ولهذا الاسم معنى آخر، ويمكن أن تنطبق على هذا. الخير الأكبر المباركة، الخير الأكبر، والخير الأكبر إنما يقاس بما يمتلك ذلك الوجود. المباركة نحن قدمنا فيما مضى أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الله يصفهم في كتابه أنهم بيدهم الخير، الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. مو أن بيدهم الزيادة، بل فعل الخيرات كله إليهم.
فإذا أردنا أن ندرس البركة في حقيقة سيدة النساء لابد وأن نطرق باب مقام الإمامة، لأن المباركة إنما تظهر مباركا، وقياس المبارك الظاهر منها إنما يعلم مقام بركتها، لأنها هي العلة التي أظهرت هذا الخير. وهذا يحتاج إلى بحث في مقام الإمامة، وهي وما هي مقدرات الإمامة، وما هو شأن الإمام، وهذا يأتي إن شاء الله مفصلا. ولكن أنا أقول لكم حديث واحد، أن ورد في تفسير هذه الآية حينما سأل سليمان من يأتني بعرش بلقيس، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أبو عبد الله الصادق يقول والله ما كان عند آصف بن برخية إلا كنقطة ماء وقعت على جناح بعوضة من البحر الأكبر لمحمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. من هذه الرواية ومن هذا الحديث أنت بعد أترك، ليس هذه الليلة ليلة بحث في مقام الولاية والإمامة، والإمامة لآل محمد هي إحدى الشؤون الصغيرة، وإن مقاماتهم فوق ذلك، فوق ذلك بكثير. لكن اسم المبارك الذي هو خير لا انقطاع فيه نماء وزيادة واستمرار، كيف نعرف بعد وجوده؟ لا أريد أن أتحدث عن الخير الذي جعله الله بيد أولادها، وهذا هو المصداق الأكبر، أن الله جعلهم ملوكا فقال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن سليمان بأن آتاه الله الملك ليبلوه أيشكر أم يكفر، ليبلوني أشكر أم أكفر، كل ما ملكه سليمان الله ما وصفه بملك عظيم بل وصفه بملك. وأين ملك سليمان وأين الملك العظيم؟ يقول إمامنا الصادق عليه السلام والملك العظيم جعلنا ملوك الآخرة. طيب هل في ملك آخر للدنيا؟ تعال لنرى أين وصفت هذا الاسم في الخير الإلهي. قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم هو وصف بالشجرة بشجرة مباركة لا شرقية ولا غربية، وهي صفة للإمامة، أي لا مشرق لها لا مبتدأ ولا مغرب لها لا نهاية. أنا أؤجل بحث حقيقة الإمامة والبركة في الإمامة والبركة الإلهية الكبرى لبحث آخر، هذا يحتاج إلى مقام شرح مقام الإمامة، لكن ما قدمته في عنوان الإمامة هو الخير الأكبر. تعال إلى صفة أخرى من صفات السيدة صلوات الله وسلامه عليها، هي صفة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وقالوا أن هذه الليلة هي ليلة القدر، ووصف الله سبحانه وتعالى ليلة القدر بصفات عدة، فقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما قدمناه فيما مضى
وصف في تفسير هذه الآية يقول: الليلة هي أمي فاطمة والقدر هو الله سبحانه وتعالى. والقدر هو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نحن استفدنا أن المباركة صفة لماذا؟ لليلة. ومن هنا علمنا أن هذا من الأسماء ومن الأدوار التي عملتها فاطمة سلام الله عليها، والصفات لها، والصفات لها، ولكن الصفة الكبرى هي هم فاطمة، وهذا الاسم فيه كل هذه المعاني التي ذكرناها. ولكن الله سبحانه وتعالى في الدور والأزمان من عالم الذر إلى عالم الأرض إلى البرزخ إلى الأيام الإلهية سماها بأسماء. هذه الأسماء لابد الله سبحانه وتعالى أن يرينا إياها، ليقول أن لولا هذا الاسم لما أمكن الاستمرار، لما أمكن عالم الأظلة لو جاءت الظلمة ولم يكشفها بنور ذلك القنديل، وما كانت في الأرض ولم يكن فيها اسم فاطمة، وما كانت في الخير، ما كانت ليلة الخير لو لم يكن كانت مباركة. فكل اسم للسيدة لو اختل لاختل نظام الكون معه. ومن هنا قدمت أن هذه الأسماء الإلهية هي لمعان وجودية خارجية وليست ألفاظ خالية عن ذلك المعنى. إن في كل منزل من المنازل لابد وأن يظهر من سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها نور بمعنى الوجود العامل وليس بمعنى الضوء، لأن المراد من النور هو الشيء الذي تظهر به الأشياء، تظهر به الأشياء بعد انعدامها واختلالها أو قبل إيجادها. ولا يمكن أن يوجد وجود في أي منزل من المنازل ما لم يكن هناك قديم لفاطمة. وهذا معنى ولولا فاطمة لما خلقتكما في مقام الخلقة، لأنه لا يمكن أن يسير الوجود من غير ظهور روح رسول الله لتتمثل في هذا العالم بذلك الخدر التي تخدرت به، ولذلك الصوم. كما أن البدن يخفي الروح، الروح ظهرت في صورة امرأة لتكون مخفية ولتكون سرا إلهيا. المباركة هي اسم لليلة القدر. الله سبحانه وتعالى ماذا جعل هذه الليلة وماذا اختصر بهذه الليلة؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. أول صفة لهذه الليلة أنها خير من ألف شهر، والعامل فيها خير له من عمر الإنسان كله. الدعاء فيها خير من 83 سنة، خير من ملك بني أمية، خير من عمر الإنسان أجمع. كيف هناك سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها أشعلت قنديل فخرت الملائكة ساجدة وأخشت أبصارهم وتعلموا تسبيحا جديدا واجتازوا كل سفرهم سبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا. أيضا جعل قنديل الله سبحانه وتعالى لخاصة أوليائها في دار الدنيا، وليس كل قائما هو أدرك ليلة القدر. قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من عرف حق أمي فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. والجاهلون بهذه الحقيقة لا يمكن أن يسيروا خلف هذا المصباح الذي يجعل ليلتهم خير من عمرهم أجمع. تتنزل ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وهذه الحقيقة أن أمر الوجود كله إنما ينبعث في هذه الليلة من كل أمر، كل حركة، كل سكنة،
كل وجود كل شيء إنما يتنزل في هذه الليلة، وهذه دلالة الحاكمية، ويدخل فيها اسم الفطم والقطع والفصل، لأن القطع والفصل والحكم إنما يتأتى، فهذا الاسم هو صفة من اسم فاطمة، ولذلك قدمت أنه الاسم الجامع صلوات الله وسلامه عليها. حركات وسكنات الناس أجمع العلماء جميعا وحتى أهل العامة أن ليلة القدر يتنزل فيها الأمر من كل شيء وليس بشيء واحد، موت، حياة، مرض، غنى، شقاوة، سعادة، كل شيء يتم في ليلة القدر ويتنزل في ليلة القدر، والملائكة والروح والذي هو خلق أعظم من جبرائيل، وليس جبرائيل، لأن الملائكة والروح الله سبحانه وتعالى جعل الروح قسمة للملائكة، وإذا قسمها دلت على مغايرتها، ولذلك ورد عن أئمتنا أن الروح هنا ليس جبرائيل بل هو خلق أعظم من جبرائيل، ولا يمكن تنزلهم إلى هذا الكون إلا بوجود السيدة وأمرتها. هذه الليلة التي تنزلت حقائق العلم الإلهي فيها، فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، والهوية هنا في ضمير أنزلناه تعود لغيبية القرآن المطلق وحتى تنزله من عالم الغيب الأكبر إلى عالم الشهادة، إنما كان بوجودها حتى على قلب حضرة محمد، لأن ليلة القدر إنما تتنزل على قلب حضرة رسول الله، وقد أجمعوا جميعا على أن ليلة القدر كانت في زمن رسول الله، ومن هنا كانت محاجة أهل الخاصة لأهل العامة على من تتنزل ليلة القدر بعد رسول الله، ولأن رسول الله قد أخبرهم أن ليلة القدر لا يمكن أن تنقطع، لأنه لو انقطعت لما تنزل الأمر ولما كان في قضاء، فعلى من تتنزل، سلوهم على من تتنزل ليلة القدر بعد رحيل رسول الله، فإن ادعوا لأنفسهم فهم كاذبون جاهلون، لأنهم لا يعرفون، فليعرضوا عليكم ماذا يكون، ولا يكون إلا من تتنزل عليه. قالوا وتتنزل على قلوبنا، تتنزل الملائكة والروح بعون الليلة وبقدرة الليلة وبإذن الليلة على قلوب، فنعرف بها ما نشاء مما سيكون على هذه الأمة وغيرها من الأمم. هذا الذي الله سبحانه وتعالى وصفه بالبركة، مباركة، نماء، الزيادة. هناك مقام الإمامة الله سبحانه وتعالى وصفها بالبركة لشيء خارج عن إطار ليلتنا هذه، وسأتحدث كما قلت لكم إنما يدخل هذا في مقام بيان الإمامة وبركتها، ولكن لا يمكن على الإطلاق في دار الدنيا. هذا معنى الحاجة والإعداد، إعداد رسول الله 40 يوم لظهور روح رسول الله في دار الدنيا، ولكن الروح كما أنها تختفي وراء الأبدان، إن روح رسول الله قد خدرت بوجود امرأة، ولزوما أن تكون امرأة لتكون مخدرة، لتكون محجوبة وليس أهل أن ينظر فيها أحد. نعم، الأئمة ظهروا باسم الإمامة وهي احتجبت بتلك الوجودات. إذن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، كل أمر يكون فيه الخير تتنزل، كل أمر يكون فيه القضاء يتنزل. سلام هي حتى مطلع الفجر، وهذا السلام صفة للماذا؟ للمباركة، وشرح للمباركة. في الروايات سلام هي على قلبك يا محمد، وليس هي سلام على كل الناس، فربما كان هناك أعداء ولا يريدون أن يسيروا خلف هذا المصباح، كيف يمكن لهم أن يبصروا بهذا المصباح؟ هذا السلام الإلهي الكبير والتحية الإلهية الكبيرة لقلب حضرة رسول الله، وتنزل هذا الوجود عليه.
وظهور هذا الوجود بهذه البركة عليه. ومن هنا سميت سيدتنا بالمباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والله أخفى كثير، ولو أردنا أن نتحدث عن السلام ها هنا واسم الله ذاتا، القرآن بعلومه الذي هو تبيان كل شيء، إنما تنزل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة بهذه الحقيقة. وله تنزل خارجي وله تنزل باطني. روح محمد أنزلت على قلب محمد فظهر هذا القرآن. نعم هو يظهر في وجودات أخرى كتنزل جبرائيل له من السماوات إلى الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى قال أن جبرائيل والروح يتنزل بالليلة. فالقرآن إذن حقيقته تنزلت بالليلة، تنزلت بالليلة، وجبرائيل والروح نزل بالليلة، ومن ورائهم هذه الروح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلمة الإمام الخميني رحمة الله عليه، أن جبرائيل هو أحد الجهات الأربع لحضرة رسول الله، ولكن حقيقة رسول الله هي تلك الروح، هي الجهة الواحدة، وقد وصفت فما كان لها كفوا من أحد، وقد وصفت فما كان لها كفوا أحد. هذا بالنسبة إلى اسم المباركة. اليوم ما أستطيع أن أتحدث عن اسم آخر للسيدة لأنه يحتاج بيان مفصل، وسنتعرض إن شاء الله تعالى في بحثنا اللاحق إلى اسم المحدثة، وهذا الاسم من أهم الأسماء، من أهم الأسماء للسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، التي بالتالي يشرح لنا حقيقة المباركة، لأن المباركة الله سبحانه وتعالى يعتبر أنها الليلة، وحقيقة الليلة هو المتنزل فيه مقام الهوية. ما قال إنا أنزلنا القرآن، قال إنا أنزلناه بصفة الغيب الذي لا يمكن أن يدرك، وبصفة الهوية، كما عبروا أن مقام الهوية الذي هو بضمير الهاء هي جهة لا اسم فيها ولا رسم. الله يعتبر أن الجهة الغيبية تنزلت إلى من عالم الغيب إلى عالم الشهادة بالسيدة. اسم المحدثة هو شأن من شؤون اسم المباركة، واسم المباركة هو شأن من شؤون اسم فاطمة صلوات الله وسلامه. نعم في حقيقة الأمر هم فاطمة، لأن هي لم تظهر لا بصورة نبي ولا بصورة رسول ولا بصورة إمام، الوحيدة التي ظهرت بصورة الولاية. حتى أمير المؤمنين عنده هذه الولاية، ولكنه ظهر للناس بصورة الإمام. فحينما تتلون فيما يصف الإمامة، والإمام كذا والإمام أرفع والإمام لا يبلغ، هذه صفات للإمامة، ولم يوصف أحد بصفة الولاية، إنما وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالولاية لكن بحجاب فاطمة، وفاطمة معلولة من وجوده، وخيرها يعود إلى روح رسول الله، وعلي من وجوده وخيره إلى رسول الله، لأن حقيقتهم جميعا إنما وليكم الله ورسوله، وهذه الولاية التامة. ولكن ظهورها في دار الدنيا كان ظهور رسول، والرسول له خصائص، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله سبحانه وتعالى ما كلف النبي بالولاية، بل كلفه بالإنذار والتبشير، وأن يدلهم على باب الهداية، ليختار الناس أنهم يريدون الهداية أم يريدون الضلال والدنيا،
فجعل الإمام في لباس المسكين، وجعل الطواغيت في لباس الزعامة، وأراد أن يختار الناس هل يريدون يؤثرون الدنيا على الآخرة أم أنهم يصدقون قول رسول الله: يا سلمان، لو رأيت الناس قد سلكوا في واد وسلك علي واد فاسلك الواد الذي سلكه علي. ولكن الأمة وصلت فيما اغترت، مجبولة على حب كرسي وعلى حب زعيم. الحب المؤمن هذا، سيدة النساء صلوات الله عليها تقول لحضرة علي: هو مأمون، هو أنصر مع الله، هو ما أنصر الناس، هو ما بيستأنس. أمير المؤمنين ما بيستأنس بالناس، أمير المؤمنين يستأنس بالله بالليل بالقيام، لأنه عم بيشوف جبرائيل وميكائيل حد منهم عم يتحننوا لحنينه بين يدي الله سبحانه وتعالى، عم بيشوف مخلوقات أدنى مليار ألف مرة. هناك أكوان قالوا أن المجرة الشمسية هي عبارة عن عنقود في عريشة المجرة اللي فوقها اللي فوقها، واللي فوقها هي عنقود في المجرة، وهناك آلاف المجرات على قول ملايين المجرات حتى تصل إلى السماء الأولى، وفوق السماء الأولى في السماء الثانية والسماء الثالثة، كل خلق. إذا بالدنيا اللي الله ما نظر لها يا أخوان نظرة قط منذ أن خلقها فيها هكذا، حتى تصبح الأرض كحبة تراب، كحبة تراب. علي بده يدير وجهه لهذا، وهو شو؟ وهو الشاهد والشهيد والحج على جميع من خلق الله. هذه في زيارة أمين الله: أشهد أنك حجة الله على جميع خلقه كل من الأولى والآخرة والأنبياء والملائكة والكروبيين والعوالم الثانية والأراضي. علي بده يستأنس بهذا وبهذا، ما حمل علي عطلق الأبواب إلا شفقة قلب علي على هؤلاء، وشفقة فاطمة على هؤلاء، وأن هناك خلق أكبر. المعتصم في يوم من الأيام ينشر الجيش في الصحراء، يبتسم الإمام هذه صلوات الله وسلامه، قال: يا هذا، تريد أن تبهرني بجندك؟ انظر، كشف له بس كشف صغير عن بعض الملائكة بهذا السماء، حامل حراب، بيقول أول نظرة نظرها المعتصم أغشي علي: ولكن لنبلوكم أيكم أحسن. سيدة النساء تقول لعلي: يا علي، أصحيح ما سمعت؟ قال: ما سمعت يا سيدتي؟ قالت: سمعت أن الناس لا يسلموا عليك. قال: يا فاطمة، هل أزيدك؟ قالت: وما يا ابن العم؟ قال: إذا سلمت عليهم لا يردون علي السلام. علي شفقت حمل حاله وراح أخذ السيدة، كل الرحمة الإلهية وكل البركة، مش دعا الناس إليهم، راح على بيوتهم وطرق بابهم ولكن أعرضوا عنه. والله لقد خسروا أنفسهم في خسرانهم لولاية علي بن أبي طالب، وسيعلم الذين ظلموا أي مظلم ينقلب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء إلى الأرض، ولكن كذبت والبركة راحت منكم. وهذه البركة المعنية أنهم فقدوها، فقدوا ولاية حضرة فاطمة صلوات الله وسلامه. إلهي، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، نحن نجري على ما جرى عليه الله، هو قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنيها، نفس القسم اللي الله عرفه نحن المقصود فيه. إلهي، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لمصباح فاطمة بالفرج، بقية الله الأعظم أرواحنا لتراب عليه الفداء، واجعلنا من خيرة عبيده وخدامه وأوليائه، وارضي قلبه الشريف عنا، وارزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل
يقربنا إليه، وانزل سكينتك علينا واصلح بالنا، وادفع عنا كيد الأشرار، وانصر أولياء إمام زماننا، واخذل أعداءه، إنك ولي الإحسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.